حرموني من عيالي وقعوا بيني وبينهم وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. نفسية ولاده تعبت وخلاص مش عارف لا يشوفهم ولا يتكلم معاهم. حكاية ولاد ايتن عامر وجوزها السابق وصل معاها لإيه بعد المحاكم اللي بينهم من السبب في إنه ما يشوفش ولاده. خليكم معايا وهقول لكم إيه الحكاية. جوز ايتن عامر السابق مش ساكت بعد اللي حصل فيه الايام اللي فاتت، شايف انه مظلوم وحد وقع بينه وبين ولاده ومقضيه تلقيحه على السوشيال ميديا ومش عارف يتصرف ولا يعمل ايه. طبعا ايتن ووفاء عامر هما اللي في الصوره والناس مش سايبانهم في حالهم، ده بعد ما محمد عز العرب كشف اللي حصل معاه من يومين من ولاده بسبب وفاء عامر، واللي مش عايزاه يتكلم معاهم ولا يعرفهم كمان يبعد عنهم، واللي بدا بانه كان بيكلم حد من ولاده ووفاء عامر دخلت عليهم وزعقت لهم علشان بيكلموه ووصلتهم لدرجه العياط والانهيار. بعد اتعمل لي بلوكات من موبايلاتهم وعلى كل السوشيال ميديا، واللي حصل وصل لمحمد عز العرب لحاله من الغضب والانهيار، وخصوصا ان المعامله دي هو اتكلم عنها بقاله فتره، وكان قال ان ولاده نفسيتهم بقت وحشه وبيعانوا من اللي اهله والدته بيعملوه فيهم، وهو بقى مش مستحمل كل اللي بيحصل. الكلام ده كله بيحصل في ذكرى اول سنه انفصال لعز العرب وايتن عامر بعد جواز استمر لسبع سنين بحالهم نتج عنهم طفلين بقوا هم سبب المشاكل الكبيره دلوقتي بين ايتن عامر وجوزها السابق، واللي وصلوا الموضوع بينهم للمحاكم وخلى بينهم قضايا كتير. عز العرب اللي مش عارف يشوف ولاده دلوقتي ولا يتكلم معهم في التليفون كان بيتقدم ضده بلاغ انه حاول يخطف ولاده، وكمان اعتدى على ايتن عامر بالسب والشتيمه. مش بس كده، لا دي كمان قالت في المحضر انه اعتدى على والدتها اللي كان الاولاد معاها وقتها، واللي قالته ايتن وقتها في المحضر هو انه حاول يحط ولاده ايتن ويوسف في العربيه بسرعه ويجري بيهم، بس امن الكومباوند هو اللي انقذ الموضوع وما خلوهوش خرج بيهم. بس بعدها بفتره ايتن نزلت عن القضية دي علشان ما كانتش عايزة تقف قدام أبو ولادها في المحاكم علشان خاطر ولادها، بس بالرغم منها قالت كده هي كمان مش بتسكت على حقها ده وده طبعها، وإن أي قضية رفعتها السنة اللي فاتت رفعتها ضد جوزها السابق كانت رد فعل، وصل إنها مش فاكرة عدد القضايا اللي بينهم هما الاتنين، وكمان شايفة إنهم طول ما هما منفصلين هيفضلوا ينائر ونير. رغم إن وفاء عامر سبب من أسباب المشاكل بين ولاد أيتن عامر دلوقتي وجوزها السابق، بس في الأول ما كانتش موافقة على انفصالهم أبدا وما كانتش عايزة ده يحصل، لأنها شايفة إن الست هي السبب في ان جوزها يعرف عليها واحده تانية لانها اكيد مقصره في حقه. وطبعا ايتن ما سمعتش ليها لما قالت الكلام ده واتخانقت معاها كتير بسببه، وطلعت بعد كده وقالت ان الراجل بتابعه بصباص، والا ما كانش ربنا صرح ليه بالجواز باربعه. ما سكتتش على كده وبس، لا دي ردت على واحده من معجبينها عادي وقالت ان ايتن عامل نفسها بتعرف عليها ستات تانية عادي وما فيش اي حد معصوم من انه يترحم من مكر الرجاله. طبعا بعد ما قالت الكلام ده كل الناس قالت ان ده سبب انفصال عن محمد عز العرب، لانها من النوعيات اللي مش بتقبل ابدا ان جوزها يعرف عليها واحده تانية ابدا، وقالت الكلام ده ياما وفي اي حته بتظهر فيها. بس كمان بعد الانفصال ورغم صعوبه التجربه دي على ايتن لانها ما وقفتش عندها ابدا، بالعكس دي داست في الدنيا بكل قوتها من التمثيل في مصر وبره مصر واغاني وترندات وحفلات وما بتونش. ما في ناس كده الانفصال بيديهم دفعه لقدام. ايه رايكم بقى في قصه ايتن عامر واللي عملته اختها مع عز العرب؟ شاركوني برايكم في التعليقات.